أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، ولقاء بيتجدد والهدف. بالتأكيد الزراعة في مصر لها سنوات وسنوات، آلاف السنين. بدأت مصر يمكن أولى الدول بدأت هذا المجال. المجال ده له أهمية كبيرة في مصر، طرأ عليه كتير من التغيرات، وأيضا يعني في عدد كبير من التحديات بتواجهه، ولكن في إصرار من الدولة المصرية على التوسع في الرقعة الزراعية، على زيادة الإنتاج، على أن نحصل على اكتفاء ذاتي في عدد كبير من المحاصيل اللي يعني بتكون أساسية في حياتنا. والملف ده هنطرحه على ضيفنا اللي مشرفنا النهاردة، بيسعدنا يكون معانا الأستاذ الدكتور محمد عبد الحميد البرماوي، أستاذ تربية النبات ورئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة جامعة قناة السويس. أهلا بحضرتك يا أهلا دكتور. بحضرتك مشاهدينا الكرام. يعني بالتأكيد الزراعة في مصر من أولى المهن تقريبا اللي بدأها الإنسان المصري القديم، وعشان كده عايزين ناخد فكرة أكبر عن مصر كأصل هذه المهنة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه سيدنا الصلاة محمد والسلام. وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للزراعة، كلمة زراعة دي كلمة عامة بتمثل عماد الاقتصاد القومي العالمي. أول ناس عرفوا الزراعة هم القدماء المصريين، ومن خلالهم تم نشر الزراعة حتى عهدنا هذا. وإحنا عرفنا الكلام ده من النقوش والرسومات للعمليات الزراعة، عمليات الحرث والتقصيب والتسعيف، وعملية أداء الأرض للزراعة، وعمليات الحصاد، وأشكال المحاصيل شكلها إيه، من النقوش والرسومات اللي ظهرت على المعابد بتاعتهم. وكانوا بيتغنوا في موسم الحصاد بكل محصول بلون وطعم وريحة بالنسبة للمحاصيل دي، ولدرجة وكل الكلام ده تم ترجمته علميا لغاية ما وصلنا للوقت اللي احنا فيه ده حاليا. صحيح. تاريخ الزراعة حتى الشهور القبطية اللي هي بقونة وأمشير وكياكوي والكلام ده كله، ده كل القدماء المصريين اللي تاريخوا الزراعة بالتاريخ ده، ومعروف كل محصول له وقت معين بينزرع فيه لغايه دلوقتي. الفلاح اللي هو بالفعل الاساس يعني ما الأصيل. زال رابط كل محصول بالشهر صحيح، الفلاني وعارف الاوجاع المناخيه بتاعته ايه. يمكن أنا أعمل له مثل، يعني كل كل حاجه شهر ولي المحصول الخاص المحصول بيه بتاعه يعني ايه وكده، فهي بتعتبر اصل الزراعه. الحاجه التانيه كمان ان خزائن القمح اللي كان سيدنا يوسف في ال7 سنين اللي اجاف دول كان اصلهم في مصر، صحيح. وكانت في حته اسمها منية القمح. دي كان اصلا منية القمح، كانت المينا الاساسيه للقمح، ويقال ان دي المكان اللي كان بيخزن فيه القمح ل7 سنين اللي اجاف ام سيدنا يوسف عليه السلام. يعني يعتبر مصر كانت سلة الغذاء كانت سلة للعالم. الغذاء لدرجة ان السكك الحديد اتعملت اساسا عشان تنقل بضائع المنتجات الزراعية من مصر، فهي مصر اصل الزراعة، بالفعل ونتمنى ان هي ترجع تعود الى سابق عهدها ان شاء الرحمن. يعني ان ايه شاء الله. يعني لكن طبعا الاصل مصر طبعا دي كان مش في كده. يعني بعض المحاصيل المشهورة بها مصر قوي، منها القطن طبعا، القمح وغيرها من لكن رقم واحد كان في فترة من الفترات كان القطن المصري. مصر يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا حباها بمناخ يصلح فيه جميع المحاصيل وبلا استثناء. قبل الكلام ده في مكان اسمه مكان نشوء المحاصيل، كل محصول له مكان نشأ فيه لأول مرة في تاريخ الزراعة، وعن طريق التبادل والتصدير تم انتقال المحصول ده من المكان ده للمكان ده للمكان ده للمكان ده وهكذا. فمصر من ضمن الأماكن اللي نشأت فيها بعض المحاصيل. لكن السؤال بقى، المحاصيل دي وضعها ايه دلوقتي؟ ففي محاصيل جرى عليها الزمن وما عندهاش صحيح، تكفينا ذاتيا، بالتأكيد وفي محاصيل الى حد ما نقدر نقول ان احنا محافظين على نفسنا ايه فيها، محافظين على ما نفسنا. بنلجاش ايه لبره. يعني أنا بضرب كمثال يعني إنه في لكن كان قيمة القطن ده كبيرة بشكل خاص، ده كان القطن لبورصة هو ده القطن. الابن المدلل للفلاح بما اننا بنتكلم عن والزراعه. التاريخ يعني، ولكن كمحاصيل زراعية طبعا في محاصيل كتير كان ليها قيمة، لكن قبل ما اتكلم عن كده، الأهمية الزراعية او أهمية الزراعة في مصر على مدى العصور، وهل اختلفت من زمن لآخر؟ زي ما اتفقنا ان عماد الزراعه في عماد الاقتصاد القومي في مصر الزراعة. في مصر هي الزراعه. الزراعه 25% من القانتين في الريف شغالين في الزراعه،
ال 25% دول بيكفلوا غذائيا 55% من سكان مصر. الزراعه بتساهم باكتر من 22% في مصدر العمله الصعبه، بتساهم باكتر من 18% في الدخل القومي. يعني اكتر مهنه بتدخل عمله صعبه لمصر هي الزراعه. وما تنسيش ان انت اساسا اقتصاد ريعي. يعني ايه اقتصاد ريعي؟ يعني معنى اساسا ان انت ما عندكيش منتج معين بتزرعيه او بتنتجيه وتبيعيه، لا ده انت متعوده ان انت بتجيبي السلعه من بره بسعر وبتضخيها في السوق المصري بسعر، وفرق السعر ده هو اللي بيعمل الرواج المالي. تمام. ما عدناش بننتج انتاج نقول ان انا مصر بتنتج كذا وتصدر، فبيجي له عمله صعبه. انت كل تصديرك من الزراعه ايه؟ انت عندك الموالح، صحيح، عندك زيت الزيتون، الفراوله، دول الثلاث محاصيل اللي بيجيبوا لك عمله صعبه من مصر. بيجيبوا لك 5.8 مليار دولار. وبقيه المحاصيل كلها فيها نقص كبير جدا او عجز كبير. طب بالنسبه للخضر ما عندناش اي محصول؟ الخضر بشكل عام، عشان نكون مساحه مصر الاول، عشان نكون بالصوره، مساحه مصر كلها 9.8 مليون فدان. عشان انا بكثف في الزراعه وبزرع الارض اكتر من مره، فالتسعه وثمانيه من عشره دول بيوصلوا ل 17.5 مليون فدان. كمان سنه او سنتين على الاكثر ال 17.5 دول هيوصلوا ل 18 مليون فدان ان شاء الله. ان شاء الرحمن، في ظل الاصلاحات اللي بتتم يعني كده، والرواج اللي بيحصل في الزراعه. الخضر انت ما عندكيش مشكله فيها، مساحه الخضر في مصر 1,750,000 فدان. فانت ما عندكيش مشكله مطلقا في الخضر ولا هي الفاكهة. تعتبر بتغطي احتياجاتي، بتغطي احتياجاتي وتزيد كخضر، والجزء في جزء بيتصدر. انا بقول لحضرتك مش له قيمه، ملوش قيمه تصديريه بالنسبه للخضر، لكن بيكفيكي ذاتيا بشكل كبير جدا. لكن انت عندك في المشكله في المحاصيل الاقتصاديه، عندك مشكله في القمح، عندك مشكله الى حد ما في الرز، ما نقدرش نروح كنا بنغطي نفسنا، لكن الى حد ما دلوقتي بتغطي نفسك وما بتصدريش كنت بتصدري الاول. عندك بتستوردي رز، بتستوردي ذره، بتستوردي فلفل، بتستوردي قمح، بتستوردي المحاصيل كلها بتستورديها. يعني عندك الفول البلدي اكتر من 80% بيجي من بره، العدس والحمص والترمس اكتر من 98% بيجي من بره، القمح بتكفي نفسك 65 وبيجي 45 من بره. فعندي جاب كبير جدا. السكر 45% بيجي من بره، الزيت اكتر من 92% بيجي من بره، لانه معتمدين فيه على الذره وعلى الفول. كل ده بتجيبيه من بره، رغم ان في زياده بتحصل في مساحه المحاصيل وفي انتاجاتها. طب هل احنا كان في فترات المحاصيل دي كافيه؟ يعني مش بنحتاج نستورد؟ هل زياده الكثافه السكانيه عندنا عامل؟ احنا لم نصل الى حد الاكتفاء الذاتي في جميع المحاصيل. الرز كان عندنا فائض وبنصدر، الوقت عشان حصه الميه قلت الى حد ما بنكفي نفسنا، لكن انت عندك جاب كبير جدا في كل المحاصيل. الذره بتستورديه من بره، فول الصويا بتجيبيه من بره، القمح بتجيبيه من بره، السكر بيجي من بره، الزيت بيجي من بره. طب ازاي نقلل الفجوه دي؟ يعني احنا طبعا بنطمح للاكتفاء الذاتي، ولكن مع محدوديه الارض زي ما حضرتك قلت، ومع الميه يعني وندرتها، يعني عشان نكون صرحاء ومن رحم الواقع، الدوله شغاله في هذا المضمار. ولو بصيتي عندك في فتره الثمانينات حتى عهدنا، في فتره من سنه الثمانينات لغايه 2011، مساحة الأراضي اللي استصلحت 2 مليون فدان و 86 ألف. من 2014 حتى 23 مساحة الأراضي اللي أضيفت لمصر 3.2 مليون فدان. فإذا المساحة بتزيد. بالإضافة إن إنتاجية المحاصيل بتزيد. يعني الفدان لو الآن كان بيجيب 15 الوقت يزيد 20، الدولار بيجيب 40 بالظبط كده. في أصناف انت كفاءتها في الإنتاج عالية، أيوة، وفي نفس الوقت إن المساحة بتزيد، فالاتنين ماشيين مع بعض. لكن رغم كده انت عندك جاب كبير جدا في الغذاء في المحاصيل الاستراتيجية. طيب أنا يعني هقف عند النقطة دي والاستفادة من البحث العلمي في تطوير الزراعة وزيادة الإنتاجية، وإلى أي مدى مصر بتركز على هذا الأمر مع وجود عدد كبير طبعا من مراكز البحوث الدولة الزراعية. ماني بقول لك الدولة ماشية في هذا المضمار وبخطوات يعني مسبوقة.
يعني لم تزيد المساحه في الفتره من 2014 حتى عهدنا هذا بالمساحه دي بال 3.2 دي ما حصلتش في تاريخ مصر. الحاجه الثانيه ان الدوله وخصوصا وزاره الزراعه بتشتغل من نار في هذا القطاع. انت عندك مساحه القمح كانت يعني السنه اللي لو جينا بس في الفتره القصيره دي كانت مساحتها السنه اللي فاتت على يعني كل سنه بتبص تلاقي ان في زياده مضطرده في مساحه الارض. القمح السنه اللي فاتت كان 3.6 مليون فدان، السنه دي هيوصل 3.8 مليون فدان. البرسيم كان 2.2 مليون فدان، السنه دي في الموسم الشتوي ده هيوصل 2.5 مليون فدان. الذره في الصيف ان شاء الله ده كانت مساحته 3.2 في الصيف هيوصل 3.5 مليون فدان. فول الصويا كان 150 فدان هيبقى 250 فدان. عباد الشمس كان 92 مليون فدان هيوصلوا 150 ألف فدان. ففي زيادة مضطردة إلى حد كبير جدا وملحوظة للعاملين في هذا القطاع. الدولة بتخطط أنه يكون في يعني توسع في بعض المشروعات. حضرتك شايف أنه فكرة المحاصيل التعاقدية بتكون تشجيع للمزارع على انه يتوجه لبعض الزراعات؟ بص الدولة ماشية في هذا المضمار بخطوات واضحة جدا. اولا بتعدد الاصناف الجديدة اللي انتاجيتها عالية. يعني في السبع سنين اللي فاتوا دولا مصر طلعت 27 صف من الخضار. مشروع الزراعة التعاقدية اللي حضرتك بتقول عليه ده الوقت كمان عشان في المساحات بقت الدولة بتتعاقد على خمس محاصيل أساسية عند الفلاح وبتمده بالتقاوي والأسمدة وبتشرف على الإنتاج من أول الزراعة حتى الحصاد. عندك المشاريع الجديدة، المشاريع الدولية أو اللي الدولة خطط فيها بنفسها. مشروع الدلتا الجديد، مشروع المليون ونص فدان، مشروع اعاده تاهيل توشكا. أيوة. توشكا زمان هي كانت موجوده فعلا. سينا دلوقتي فيها يعني استثمار 650 الف فدان جايين في سينا. عندك منطقه جنوب الوادي 650 الف فدان جديده، يعني جزء كبير من المشروعات دي. في مشروعات كتيره جدا ماشيه بنوجهها للمحاصيل بقى اللي احنا عايزين استراتيجيه الاستراتيجيه زي لكن انت مرتبطه بحصه ميه. هي دي المشكله. صحيح. هي النيل لدرجه النيل في مصر مساحته، يعني لما نقول مصر مساحتها 1 مليون فدان، النيل بياخد من 3-4% منها، وده الشريان بتاع مصر في الميه. صحيح. يعني جايبها من البحر المتوسط لغايه السودان، وتلاقي كل محافظات مصر كلها حوالين النيل. بعدت شمال بعدت يمين تحت فوق هتلاقي كله صحراء. كنا زمان 5%، الوقت وصلنا ل 12%. ففي زياده مضطرده في الارض وفي انتاجيه الاصناف ذات نفسها. تمام، هنكمل كلامنا مع حضرتك ولكن هنروح لفاصل هنتابع فيه فيلم تسجيلي عن مستقبل الزراعة في مصر. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. مصر يا أم البلاد أنت غايتي الحمد لله رب العالمين. احنا في وضع افضل كتير، وكل يوم بالعمل والجهد والصبر والتحمل والامانه والاخلاص، وقبل ده كله كرم ربنا الكبير علينا. مشروع مستقبل مصر، الباكورة الزراعية لمشروع الدلتا الجديدة. الزراعة هي سر القوة والحياة، واللي بيمتلك قوته بيمتلك قراره. علشان كده وضعت القيادة السياسية مهمة العمل على توفير الأمن القومي الغذائي للمصريين من أهم أولوياتها.
فبدأت على الفور في تنفيذ خطتها الطموحة للتوسع في المشروعات التنموية الزراعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة لكل المصريين. إن شاء الله ما فيش نقطة مية نقدر نستخدمها أو حتة أرض نقدر نزرعها إلا ما نزرعها. وفي عام 2017 كانت البداية بانطلاق مشروع مستقبل مصر باستصلاح 200 ألف فدان، واللي بيقع على محور رود الفرج الضبعة، واللي أضاف عدة مزايا استراتيجية كتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وسهولة وصول مستلزمات الإنتاج ونقل المحاصيل الزراعية إلى الأسواق المحلية والتصدير للأسواق الخارجية لتوفير العملة الصعبة. يعني تلحق موسم القمح الجاي؟ هنلحق سيادتك موسم القمح. وتماشياً مع خطة الدولة بضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية لمواجهة التحديات العالمية، تم العمل على مدار الساعة لسرعة استصلاح وزراعة مساحة 150 ألف فدان كمساحة إضافية، ليصبح إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة 350 ألف فدان. إنجازات عملاقة بالتعاون مع شركات البنية التحتية، فتم تنفيذ أعمال الاستصلاح وحفر الآبار والمياه الجوفية وتركيب أجهزة الري المحوري واستخدام أحدث الطرق الزراعية المتطورة المعتمدة على نظم الزراعة الرقمية، إلى جانب توسيع محور الضبعة وإنشاء الطرق الرئيسية والداخلية للمشروع وإنشاء الشبكات الكهربائية وربط شبكة كهرباء الدلتا الجديدة بشبكة كهرباء مشروع مستقبل مصر. ومن الدلتا القديمة تمتد شرايين الحياة للدلتا الجديدة من خلال ترعة مستقبل مصر بطول 41 كيلومتر لإحياء واستصلاح 700 ألف فدان إضافية، ليصبح إجمالي الأرض المستصلحة 1,050,000 ألف فدان في مشروع الدلتا الجديدة، لتوفير المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، الذرة الصفراء، بنجر السكر والمحاصيل الزيتية والخضروات، وده لتحقيق أعلى معدلات الإنتاج الزراعي وبأقل تكلفة، ونتاجاً للجهد المتواصل وتطبيق العلم الحديث، ومع بدء عجلة العمل وظهور الإنتاج من المحاصيل المختلفة بجودة عالية، فقد وجه فخامة الرئيس بالبدء في تنفيذ مشروع الدلتا الجديدة بإجمالي مساحة 2.2 مليون فدان لزيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى الوصول لمستوى الاكتفاء الذاتي. أسود وقت في حبك يا بلادي. طموحنا ملوش سقف، أحلامنا ملهاش نهاية، تحدياتنا قوية لكن إرادتنا أقوى، وتستمر مصر تمتلك قوتها وقرارها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وكنا بنتابع عدد من المشروعات ومستقبل الزراعة في مصر من خلال هذا الفيلم التسجيلي. وده هيخليني أسأل الدكتور محمد، هل المواطن وصل له حجم المشروعات الزراعية اللي تم تنفيذها وكمية أو يعني المساحات اللي انضافت للرقعة الزراعية في مصر؟ حتى هذه اللحظة
الحاجات دي موجودة على أرض الواقع، لكن الدعاية مش كافية عشان توصل للمواطنين. لكن يمكن عشان نكون صرحاء برضو، ان الدولة في السنة الأخيرة دي ابتدت تعمل زيارات ميدانية لطلبة الجامعات والمدارس عشان يروحوا يشوفوا بنفسهم التوسع الحركة الزراعة ماشية ازاي. لكن المواطن العادي مش حاسس بيها، المواطن العادي مش حاسس ان في كذا وفي كذا وكذا، بس مش لامسه. وفي نفس الوقت ان برضو خلينا نكون صرحاء، اللي شغالين في هذا القطاع ليسوا باهل التخصص، وبالتالي الدعاية برضو مش عارفين يوصلوها لغيرهم عشان تنتشر بشكل ايه صح. انا اتمنى الدعاية تتغير ويبقى في اعلام زراعي يوضح الصورة اللي على ارض الواقع للناس. طيب ما ده دور، يعني احنا عندنا على استحياء كده قنوات زراعية يعني بدون التعرض ليها او ذكر يعني المتمات، بس احنا يعني ده كان موجود ليست كافية. ما عادش يعني فين برنامج الزراعة القديمة، فين فين سر الارض، ما حدش موجود، ده كله حاجات كتير. التلفزيون المصري عند الجهاز الارشاد الزراعي، فين في الزراعة اللي هو كان بيعتبر عين وايد ورجل الفلاح، ما عادش موجود. بنك التسليف الزراعي اللي كان بيعتبر الايدي الحميمية للفلاح وبتمد كل حاجة، ما عادش في الكلام ده كله. فاذا الفلاح العادي حتى كوبل يمكن التغطية بس للمشروعات الكبيرة اللي وسط الناس معينين وناس ليس. وانا بقول لحضرتك قبل كده اصل الزراعة الفلاح الصغير يعني اللي في منطقة فيها مشروع يمكن بيتعرض له، لكن انا مثلا ما شفتش مشروع الضبعة بالظبط يعني كده. لازم يحصل تغطية ميدانية للموضوع ده. ممكن نكون المنطقة بتاعت العشر من رمضان والصوب الزراعية قريبة لكن احنا دعاية عامة، مش كل الناس كمان برضو في الاقليم، لان في نقص دعاية. وفي نفس الوقت دي من النقط اللي دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم عنها، انه المشروعات اللي قائمة على الارض قائمة ومش وصل للناس، والناس مش قادرة بالظبط كده. دي مشكلة كبيرة جدا، فعشان كده ومش حاسة بانتاجها بالظبط. فليه لعوامل كتير جدا، لانه برضو الكثافه السكانيه يا دكتور بتلتهم اي يعني دي يعني مش زيادة. عاوزين يعني ايه نخليها شماعه لحاجه كده، هي عامل من ضمن العوامل، عامل من ضمن العوامل لكن ليست كل العوامل. في قصور كتير جدا اللي بيحصل ما بتوصلش صح. انا بقول لحضرتك لسه الدوله منتبه لحد ما بتعمل زيارات ميدانيه من طلبه الجامعات والمدارس عشان يشوفوا، حتى بدا بالابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه عندنا، عشان يعملوا زيارات ميدانيه للاماكن دي، بس مش كل الاماكن طبعا لانه هيبقى برضو في حيز الاقليم بالظبط كده. فالتشابك مطلوب عشان الناس تعرف الدنيا ماشيه ازاي، يعني تبادل الزيارات مع جامعات اخرى تنسق لمثلا جامعه القوامه بين جامعات وجامعات تانية بتوع الصعيد يجوا هنا والعكس صحيح، عشان يحصل تسميح حقيقي لما يجري على ارض الواقع. صحيح. الحاجه الثانيه، خريج كليات الزراعه مش واخدين حقهم، ما هم دول لو خدوا حقهم كخريجين هينقلوا الصوره دي لغيرهم، فلازم أن تكون ميزه نسبيه لان هم هيكونوا دعايه فيما بعد للي بيحصل على ارض الواقع. طب يا دكتور ده هياخدني للجامعات، احنا عندنا في الاقليم عدد كبير من الجامعات سواء الحكوميه او الاهليه او الخاصه يعني. تمام. دور هذه الجامعات في الاهتمام او مرجع لبعض المشروعات الزراعيه وخاصه في سيناء، العلاقه ما بين لو بصيت لجامعة قناة السويس كجامعة أم. أيوة. الجامعة دي اتنشأت سنة 76 وحتى تاريخ تم خروج من رحمها ثلاث جامعات. في 2010 انفصلت جامعة بورسعيد، في 2014 انفصلت السويس وبعد قائمة جامعة، في 2018 انفصلت ايه جامعة العريش. أصبح عندك أربع جامعات، إسماعيلية اللي هي قناة السويس، ومعاك بورسعيد، ومعاك السويس، ومعاك العريش. العريش بيخدم على شمال وجنوب سيناء، ده كجامعات ايه حكومية. انا اتمنى ان الجامعات دي تتحد وتعمل مشروع قومي في سيناء تحت مرأة ومسمع الحكومة. ولحسن الحظ ان انت عندك من الاربع جامعات دولا في جامعتين اتنين رئيسهم زراعي، يعني عندنا الدكتور ناصر منظور أيوة. استاذ في كليه زراعه، والدكتور حسن الدمرداش خريج كليه زراعه. انا اتمنى يحصل تصفيق في هذا الاتجاه ويكون في مشروع قومي زراعي بعد يغطي المنطقه دي، وخصوصا ان انت عندك سيناء فيها امكانياتها وفيها ملامحها ويكون تحت مرأة ومسمع الدوله.
اتمنى حاجه اصلا يعني بقى مشروع من المشروعات اللي بتقوم بيها الجامعات زي المشروعات ذات طبع خاص او واحد ذات طبع خاص بالمنطقه تحت اي مسمى يكون في تواجد حقيقي قومي للاربع جامعات دول، زي ما في عندك اتحاد الجامعات الاهليه وده برضو مقره هنا في الجامعه والجامعه دي استضافته، يحصل تكاتب بقى للنهج الزراعي في منطقه سينا دي. انت عندك سينا سدس مساحه مصر، يعني لو تم الاهتمام بيها قوميا على المستوى الجامعات هيحصل طفره كبيره جدا في الانتاج الزراعي، وخصوصا ان البيئه هناك مساعده وامكانياتها مساعده ويكون تحت مرء او مسمع الدوله. حضرتك شايف مستقبل الزراعه في مصر ازاي؟ بالخطوات اللي ماشية على أرض الواقع أقدر أقول المستقبل ابتدى يشرق إشراقة إلى حد ما مرضية، لكن ليست بالحد الذي يرضي الجميع. لكن في خطوات ماشية في زيادة مساحات بتحصل، أصناف جديدة بتطلع إنتاجات عالية بتحصل، التكيف مع نقص المية بيحصل، التكيف مع التغيرات المناخية بتنتج أصناف تتكيف مع البادي. فإحنا ماشيين إلى حد كبير جداً في هذا المضمار، لكن لم نحصد ثماره بالشكل اللي فينا ذاتيا. ايه العناصر اللي تخلي الوضع يبقى افضل او يساعد على انه الزراعه تبقى كما نتمنى؟ الدوله تتبنى صغار المزارعين، لو الدوله تبنت صغار المزارعين هتاخد منهم انتاج اكتر من الشركات. ارجع المحصول القطن كمثال، القطن كان هو بيعتبر ايه؟ الابن الشرعي للدولة ولا قطاع الزراعة، كانت بتتولى تدي له البذرة، بتدي له الكيماويات، بتدي له المبيدات اللي بيرش بيها، بتدي له الأسمدة، وبعد كده تقول له ورد القطن بتاعك وما يدفعش ولا مليم، وما يجي ورد ياخد 50% في نفس يوم التوريد من ثمن القطن، وبعد كده تحاسبه تقول له انا اديتك قطن بذره قد ايه، اديتك سماد قد ايه، اديتك مبيدات قد ايه، يبقى لك كذا. لو اتكررت نفس التجربه دي في كل المحاصيل هتبص تلاقي الدنيا تنور الى حد ما، خصوصا في المحاصيل الاستراتيجيه. يعني زمان كان القطن ده له سمعه طيبه جدا، الوقت في العشر سنين ال 15 سنه اللي فاتوا دول كان الفلاح بيزرع القطن وكان بيدلل عليه، اقدر اقول يمكن سنه او سنتين اتنين ابتدى ينور الموضوع ده الى حد ما، والدوله تحط ايديها على هذا الملف، لكن يعني مش بالشكل الكافي. هو يعني فكره المحاصيل التعاقديه واضح انها ده احد العوامل. القمح نفس الكلام اكتر مثال، القمح بالذات كان في مشكله كبيره جدا وكنا معتمدين على الاستيراد، ولما الدنيا وقفت في الاستيراد ده عملنا ايه؟ غزينا الفلاح المصري، رفعنا سعره من 440 ل 840 السنه اللي فاتت، وصل 1500، خلينا الفلاح تغريه العالمي. صحيح تغريه. يعني احنا بتهيالي الدوله ماشيه في هذا الطريق بخطى الى حد كبير بصوره يعني كبيره. الواقع بيقول كده، الواقع يعني بيقول كده. نتمنى ان شاء الله انها في الفتره اللي جايه تحقق، نتمنى ان شاء الرحمن، وبيقول زي ما بيقولوا ادي العيش لخبازه ولو كان نص زي ما بيقولوا، يعني كده هتبص تلاقي الدنيا هتنور ان شاء الرحمن. شرفتني يا دكتور. استاذ الدكتور محمد عبد الحميد البرماوي، استاذ تربيه النبات ورئيس قسم المحاصيل كليه الزراعه جامعه قناه السويس، وكنا بنتكلم عن القطاع الزراعي في مصر بين الامس والغد. بنشكر حضراتكم على حسن المتابعه، يجدد لقائنا الاسبوع القادم وموضوع جديد والهدف.